مرات بتذكرني، مرات بتذكره، مرات بنتذكرش بعض، مين بيعرف. بس النهفة لما يصير مع راكب شغلة غريبة عمرك ما بتنساه. لو طلع معك 200 مرة، هذا طلع مرة معي بنتين جامعة، خدتهم من المول وبلشوا يحكوا مع بعض عن أصحابهم. هاي تتمسخر على صاحبها وهذيك تتمسخر على صاحبها. من قد ما حكوا فهمت انه البنات بدرسوا طب بشري في الجامعة الأردنية، والشباب بدرسوا معهم في الجامعة الأردنية، وانه الشاب اسمه أحمد. وبعدين وصلوا على الجامعة ونزلوا وخلص الحديث. رجعت محل ما أخذت البنات عند المول أخذ لي كمان طلب، إلا بيطلع معي شابين. هلا البنات هم يحكوا، كانوا يحكوا انه واحد من الشباب شكله زي تانتان. فهذول اللي طلعوا واحد فيهم بتطلع فيه في المراية خالق الناطع تانتان، موقف لي شعراته هيك ومنخاره مدور. فبقول للي جنبي، بقول له انت احمد؟ بقول لي اه. ليش؟ بقول له بتدرس طب بشري في الجامعة الأردنية. خاف الولد، قال لي اه. بس شو فيه؟ قلت له سيدي العزيز، طلعت معي صاحبتك وضلت تحكي عنك، تتمسخر عليك وعلى صاحبك، وتقول صاحبك شكله زي تانتان، وانها مش طايقتك، مش طايقة صاحبك، وانك جاي تعرف صاحبك على صاحبتها، وانهم مش طايقينكو، وضلوا يتمسخروا عليك طول الطريق. واتصلوا على صاحباتهم اللي في السكن وقعدوا يحكوا لهم اعملنا وسوينا وبهدلناهم وروحنا. المهم احمد كبست معه، اتصل تلفون على صاحبته، ليش هيك بتحكي علي؟ ليش هيك بتحكي على اصحابي؟ صارت لا تتأسف له، اتريها بتموت فيه، وتتأسف وتعتذر وتعيط على التلفون. المهم نزل راح، ما بعرف شو صار فيهم. بعد مدة طلعوا معي أحمد والبنت مع بعض، نزل البنت وصلها على السكن وكمل معي. بقول له آه شو أخبارك؟ شو صار معك؟ بقول لي آه، وانت شو أخبارك؟ تمام. قال لي كل الجامعة صارت في قصتنا، عم برا شوفير التاكسي اللي راح حكالي شو حكوا البنات، وبعدين رجعنا عادي صحبة وحبايب، وهذا وهينا راح نخطب. قلت والله كويس. وبعد مدة طلع معي تنتان كمان، بس نهايتهم منيحة. بس الغريب يعني لما واحدة بتحب واحد ليش تطلع تحكي عليه؟ هذا اللي أنا مش فاهم.